يمكن فعلا زي ما زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو قال أن الوضع في الداخل التركي مليء بالمشاكل والأزمات المتفجرة. الأولى بنظر أردوغان، هسيب حضراتكم مع التقرير التالي اللي بيستعرض مجموعة من أبرز الأزمات من اضطهاد إلى الصحفيين لتكميم الحريات وحتى البذخ الأردوغاني في ظل اقتصاد الهش لتركيا. دي كانت حلقة أونلاين للنهاردة، إلى اللقاء. لا يكاد يمر يوم في تركيا إلا ويتمعن نظام أردوغان وحاشيته في تثبيت دعائم الدكتاتورية وتحطيم كل ما تبقى من هامش حريات قليلة. ففي 3 أعوام فقط اعتقل نظام أردوغان أكثر من 750,000 شخص، وباتوا يواجهون تهم الإرهاب، من بينهم 864 طفلاً حرموا من جميع حقوقهم في التعليم والصحة، كما أجبرهم على تغيير أسماء عائلاتهم. كما واجه المعتقلون في السجون كل أنواع الانتهاكات من حبس انفرادي وتعذيب وتجويع، وأكدت تقارير لمنظمات حقوقية وشهادات لنواب أتراك معارضين حول سجون أردوغان أن سجن ولاية ديار بكر تم تصنيفه ضمن 10 سجون سيئة السمعة حول العالم. وبحسب تقرير أعده مركز ستوكهولم، فقد بلغت عدد حالات الانتحار داخل سجون أردوغان ومراكز الاحتجاز نحو 120 حالة خلال 2 فقط. أما عن الأرقام، فمنذ يوليو عام 1916 شن نظام أردوغان حملات تصفية تضمنت فصل 151,967 موظفا، واعتقال 319 صحفيا، وإغلاق 189 وسيلة إعلامية، و3,003 مدارس وجامعات خاصة، فضلا عن تسريح 8,573 أكاديميا، وفصل 44,385 مدرسا ومحاضرا بصورة تعسفية. أردوغان الذي اهتم بتوزيع الاتهامات ووضع جميع معارضيه تحت مقصلته، كان آخر اهتماماته هو توفير أدنى سبل العيش الكريم لمواطنيه، وهو ما أدى إلى انتشار أزمة العشوائيات في المدن التركية، وهي الأزمة التي انعكست نتائجها على الانتخابات البلدية الأخيرة، وخاصة في المدن الكبرى التي لفظت حزب أردوغان وأنزلت به هزيمة كبرى. وعلى النقيض تماما، يعيش أردوغان داخل قصور فخمة وينظر بتعال من خلف النوافذ المضادة للرصاص إلى شعبه، ومن بين هذه القصور القصر الأبيض، وهو من أكبر قصوره الرئاسية، انتقل إليه قبل 4 سنوات بعد فوزه بولايته الرئاسية الأولى عام 2014، وتكلف تشييده 4.5 مليار ليرة بحسب غرفة المهندسين الأتراك. كما أسس أردوغان ما يسمى بالقصر الصغير على مساحة 7,000 متر مربع بدون الكشف عن تكاليف بنائه. أما أبرز القصور التي يمتلكها أردوغان هو قصر صيفي شيده في جنوب تركيا في أبريل عام 2017، وقد أثار القصر جدلا واسعا بسبب قيام أردوغان وحاشيته بقطع 50,000 شجرة، ما اعتبره علماء البيئة اعتداء سافرا على البيئة. وفي أغسطس الماضي أعلن أردوغان أنه ينوي تشييد قصر جديد في بلدة أخلاط التاريخية على مساحة 5 أفدنة. وفي عهد أردوغان دخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وانكمش اقتصاد تركيا 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، حتى وصلت نسبة النمو في عام 2019 0%.
كما قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا 1.2% ليصل إلى 2.5 مليار دولار. كما تعيش الليرة التركية واحدة من أسوأ فتراتها أمام الدولار. وفي ظل هذه التوقعات السلبية للاقتصاد التركي، تواصل عائلة أردوغان تلاعبها من خلال التجارة غير المشروعة في النفط السوري والعراقي. وتورط أردوغان وصهره وزير المالية بيرات البراق في العديد من قضايا الفساد بإسناد مشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات إلى المقربين من العائلة، ومنها قضية بيع أسهم تشغيل مصنع الدبابات التركي وإنتاج 100 دبابة من طراز ألتاي لصالح قطر ورجال أعمال مقربين من أردوغان بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار بدون طرح أو مناقصة أو الالتزام بقواعد الشفافية.